السلام عليكم ورحمة الله عز وجل. في الكلمة اللي لقاها رمضان العمامرة وزير خارجية عصابة ولاد الحرام باش يعلن على قطع العلاقات مع المغرب، زعما جاب يعمل تذكير تاريخي للعلاقات الجزائرية المغربية وباش يبين باللي يعني دائما مع المغرب احنا عديان، عداوة مستميتة بين الجزائر والمغرب. وجاء يذكر بقصة 63 احداث 63 اللي وين المغرب صدم مع الجزائر وحاب يدي بالشعر وتندوف صدم بالدبابات، و في هذاك الوقت بن بلة لقى كلمة الصرخة هذيك تاع حقرونا اللي الجزائريين كامل هبوا هبة واحدة بما فيهم الناس اللي يرفعوا السلاح في منطقة القبائل تحت قيادة حسين أيت أحمد، حطوا السلاح وقالوا روحوا لبلادنا نتصداو الهجمة هذه. وكأنه تاريخ الجزائر حبس في العلاقات الجزائرية المغربية حبس في 63 وما كانش ما قبل منه تاريخ وبعد منه تاريخ وبقى يلعب على هذا. إذا كان المغاربة قبل الجزائريين أذانوا العدوان المغربي على الجزائر وهي حديثة الميلاد في 63، مغاربة قبل الجزائريين أذانوا هذا العدوان. هذا ما يعنيش باللي نجي 60 سنة من بعد قال سالك حسيفة تاع ذاك العام نقطعوا العلاقات ونسب التاريخ. سب التاريخ تاع لأنك ما شاركتش فيه، لأنك لست جزء من التاريخ. التاريخ يقول لك أن المغرب كانت قاعدة خلفية للثورة الجزائرية كما كانت تونس، وأنه في المغرب كان رجال دفعوا ثمن الحرية تاع الجزائر، ثمن الاستقلال، ماتوا استشهدوا هما حاملين السلاح. في المغرب كان عائلة ماشي غير حملة السلاح، دارت اللي ما داروش بابات تبون وعائلة تبون، واللي ما داروش ما دارتوش عائلة شنقريحة، وما داروش عائلة أي واحد من الخبثاء اللي اليوم راهم يعملوا على تفتيت الوطن الجزائري وعلى تفتيت الوحدة المغاربية. سيدنا هذا اسمه الحموتي من مدينة بني نصر قرب مدينة الناظور بالمغرب في شمال المغرب. السيد هذا كانت عنده فيلا كبيرة وقاسمها على زوج، يعني عنده تراب وعنده الآخر، مخصص فيلا للقيادة الجزائرية تاع ثورة التحرير بالمكاتب تاعهم للسكن ديالهم للمخازن تاع السلاح. درك نوريكم بالصورة ماشي بالكلام. السيد هذا كان عنده زوج بابر حطتهم تحت تصرف الثورة الجزائرية باش لما يجي يدير أسلحة على متن البواخر الكبيرة ما يقدروش باش ما تقدرش الباخر تدخل الشط، هو عنده البواخر دي الصغيرة دي باتو دو بريزونس يدخلوا يجيبوا السلاح ويدوه للشط. وعلى هذا النشاط وقفوا الإسبان وداروا له عام حبس بتهمة الاتجار بالأسلحة. السيد هذا كانوا بعض الناس حاسبينه جزائري وعضو قيادي في الثورة التحريرية لأنه دور غير مع القيادة تاع ثورة التحرير يعرفوه كامل. فهذا السيد شوفوا اليوم، شوفوا هنا على الصورة احنا نشوفوا مجموعة قادة تاع ثورة التحرير. شوفوا رقم واحد اللي هو بوصوف معروف، رقم اثنين كولونيل لطفي، شوف رقم ثلاثة حسين قديري، رقم أربعة عبد العزيز بوتفليقة، رقم خمسة محمد الخادير الحموتي.
شوف مليح، هذا هو السيد محمد الخضير الحموتي. هذا دفع كل ما عنده للثورة التحريرية، ولليوم مازال محتفظ. حتى الفيلا اللي كان مخصصها القيادة جبهة التحرير ما بناهاش، ولاده ما بناوهاش وما سكنوهاش، ما خليناها كيما راهي. وكنت انا مشيت صورتها وعملت تحقيق معاهم، عملت ريبورتاج في بنينصر، بثيته في قناة أمل تي في. وماشي غير واحد، والعائلة كلها. شوفوا هنا في مخيم في الناظور تاع وفد جزائري مغربي مشى يحضر الديفيلي لاستعراض عسكري لجيش التحرير الوطني، جيش جزائري. شوفوا في هذه الشخصيات اللي يمشيوا، توجد عائلة الحموتي ثلاثة من أعضائها. كان الحموتي حاج مصطفى ورقم واحد عليه، كان رقم ثلاثة الحموتي ميمون، وكان رقم ثلاثة اثنين الحموتي ميمون، ورقم ثلاثة الحموتي خادر، ورقم أربعة حاج محمد علاهم. يعني تشوف هذا في ان كون، في يعني مخيم مغربي في الناظور، من كان يدير فيه جيش التحرير الوطني. يجوا اليوم الخبثاء اللي ما عندهمش مشاركين في التاريخ الجزائري، في تاريخ الثورة، يبصقوا على التاريخ. محمد الحموتي هذا توفى في ظروف غامضة لما قامت الحرب بين الجزائر والمغرب المعتدى، المغرب على الجزائر. محمد الحموتي مشى شاف الحسن الثاني، قال له أنا نمشي نطفي النار، الجزائريين خاوتي وأنا منهم. وولاده داير كيروح لهم، وعائلة الحموتي كامل يعبدوا الجزائر يعبدوها. فلما مشى باش يقوم بدور الوساطة بين الجزائر والمغرب اختفى، واحد ما عرف مصيره. جهات يتهموا المغاربة باغتياله، وآخرين يتهموا الجزائريين باغتياله. لما تعين بوضياف على رأس الدولة الجزائرية في 92، أعرض عائلة الحموتي عنده، لأنه مدين لهم ويعرف الخير اللي قدموه الجزائر، وخاصة أنه أحد أبناء الحموتي يحمل اسم بوضياف، لأنه نهار اللي انزاد باباه ما كانش حاضر، مشى مع الوفد الجزائري في مفاوضات. كان يمشي مع الوفد الجزائري كمترجم، حامل السلاح يمول ويزيد يمشي كمترجم. ونزاد هذا أو نزادوا طفل، وكان الجد حاضر، ومحمد بوضياف كان مريض بالمعدة كان حاضر. فلما زاد طفل وجاو يذبحوا عليه الكبش، جدو يعني بابات محمد الحموتي قال له انت اللي تذبح الكبش. كي جاي يذبح قال له واش نسميه طفل؟ قال له سميها عليك بوضياف. ولليوم يحمل اسم بوضياف، والناس تحترمه في المغرب، من حتى لما كان في المدرسة الابتدائية يحترموه على اسمه بوضياف. فلما بوضياف محمد الله يرحمه وصل للقصر المرادية، عرضهم، جابهم عنده، ولده ناصر خدا معهم صور وقعد معهم ويعرفوه، مازالوا على قيد الحياة. ناصر يقدر يأكد هذا الكلام. ماك طرحوا أثناء وجبة الغداء، طرحوا السؤال، ولادو سي نورمال طرحوا سؤال على بوضياف، قالوا له شكون قتل بابانا؟ لأنه ما عندهم قبر ما والو، اختفى خلاص. قال بوضياف هذا السؤال أنا بعد نطرحه، شكون قتلو؟ فواحد من الحاضرين قال له كاين جهة تقول بأنه الجزائريين هما اللي قتلوه. يحكيوا لولادو، قال شعل كي النار، قالهم ابدا، هذا كبدتنا. شوف بوضياف يتكلم على مغربي يقول كبدتنا، يجيوا اليوم ولاد الحركه ولاد القوميه
يمسكوا على التاريخ ويجي يحبس في 63 يبدا يقول لي واش عندنا واش تسالي يا مراه لهذه لنا وجوه البخس، لانكم انتم لستم جزء من تاريخ الجزائر ولستم جزء من تاريخ الثوره الجزائريه، انتم خونه شهداء. طبعا ما ماتوش باش تحطوا رجال في الحباس، باش ما تنفيوش الرجال لانهم يقولوا كلمه حق، باش ما تدفعوش بالجزائريين يحاربوا لانهم ما صابوش ياكلوا في بلادهم، بلاد الخير والخمير، بلاد البترول والغاز والحديد. انتم خونه، انتم خونه. ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.